الهنا والجمال عليكم، صباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا رولات فرولات. يعني ايه رولات فرولات؟ يعني الحاجات النهارده بتاعتنا او الوصفتين اللي هنعملهم النهارده كلهم رول. النهارده هنعمل ايه وهنبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنبدا بالحواوشي. الحواوشي هتعملي رول؟ بعد ما نزلته على الصفحه عندي وجاب ما شاء الله مليون مشاهده والناس كلها جربته، وناس جربته وكتبت لي في الكومنتات، وناس جربته وكلمتني في التليفون. الفكره هايله جدا. انا قلت ان الفكره ديت انا شفتها على التيك توك من وصفه مغربيه، بس طبعا مع اختلاف الحشوات، بس انا رحت عاملاها بالحواوشي. الحواوشي ده كنا بنعمله رغيف كده اهو، ونيجي ناكل منه مش قادرين، وحماوه ومش حماوه. لا النهارده مفيش الكلام ده كله. النهارده هنعمل من نص كيلو لحمه مفرومه 20 رول. عارفين يعني ايه 20 رول؟ كل اللي انا محتاجاه العيش الصغير بتاعنا ده اهو، الصغير اللي هو بتاع الفرن عادي، اللي هو بتاع التموين، ايا كان ما عنديش اي مشكله. اهو ادي العيش بتاعنا اهو، كل اللي انا محتاجاه. اروح ماسكه كده وفاتحه كده، الرغيف هيديني 2 رول. يعني انا النهارده جايبه 10 ترغيفه هيدوني 20 رول. وممكن اصلا النص كيلو لحمه مفرومه يعمل اكتر من كده. اهو الرغيف بقى 2، يديني 2 رول واحنا شغالين. شايفين كده الرغيف بقى يديني 2 رول. طيب كده اهو نغطيه علشان ما ينشفش معانا، عشان لما نيجي نلفه يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. نيجي دلوقتي للعجمه بتاعت الحواوشي. مبدئيا كده ادام حاجه هتتحشي اعملي فيه اللي انت عايزاه. ممكن تحطي فيه ميكس جبن، ممكن تحطي فيه تعمليه تونه، ممكن تعمليه فراخ، ممكن تعمليه ايا كان اللي انت عايزاه. ايا كان اللي انت عايزاه اعمليه في الحشوه ودخليه معاهم الفرن وشوفي النتيجه هتبقى عامله ازاي. بس قبل ما ابدا في مقاديرنا اللي هتنزل على الشاشه، ونشوف اسهل واطعم وانظف واروق حواوشي رول هنعمله النهارده مع بعض. عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا حلقتنا ونبتديها بالحواوشي الرول. عندي الكبه بتاعتنا وهتبدا المقادير. ياسمين تنزلها لنا على الشاشه. شكرا يا ياسمين، تسلم ايدك. حواوشي الرول معايا النهارده في الحشوه ايه؟ نص كيلو لحمه مفرومه، معاه نص كيلو بصل. هتحطي كيلو لحمه مفرومه حطي كيلو بصل، عندك حته ليه حطيها، عندك حته دهن كلاوي حطيها، عندك حته دوش كده حطيها، ما عنديش اي مشكله خالص. كل دي تطعيمات. معايا فلفل حامي، معايا بهارات حواوشي، معانا ايه كمان؟ كزبره ناشفه، كمون وملح وفلفل اسود، عيش بلدي والدهن بتاع الوش، عندي سمنه بلدي. عايزه زبده ماشي، عايزه زيت مش محبذ قوي. ليه؟ يا زبده يا سمنه، علشان يدي تطعيمه كده وقرمشه، تحس ان الرغيف بيتنقل في حته تانيه خالص. لكن لو حطينا زيت هيديني الحرمشه والقرمشه اللي انا عايزاها، لكن مش هيديني تطعيمه طاغيه، مش هيديني تطعيمه وريحه تقلب الدنيا. لكن لما ادهنه بحته سمنه بلدي او حته زبده صفرة كده على الوش هيطلع معايا في منتهى الجمال. طيب نبدا بسم الله. كده عندنا الكبه بتاعتنا. كل دوت كان ممكن اعجنه بايديا، لكن انا مش هعمل كده. امال هعمل ايه؟ انا كل ده هحط في الكبه عشان انا عايزه عجينه الحواوشي تبقى كلها حته واحده، او كلها زي ما بقول لكم دايما كده تبقى ميه واحده بالشكل ده. كده نص كيلو لحمه مفرومه بننزل عليه بنص كيلو بصل. ممكن تحطي كله سليم مع بعضه وبعد كده تفرمي كله في الكبه، مش هيقول لك لا. فلفل حامي طبعا، الحواوشي السبايسي، كزبره، بهارات حواوشي، شويه من الكمون، وعندي ملح وفلفل اسود. اكتر من كده يا ست الكل مش عايزه. طعامي براحتك، عندك حته ليا حطيها مع الكبه، عندك حته دهنه حطيها مع الكبه، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. حاجه كده ما شاء الله، اللهم بارك. نعمل كده ونفرم ده كله كده ميه واحده. بسم الله.
كده خلاص. اه والله خلاص يعتبر كده اصلا الحواوشي خلص. ثانيه واحده نعمل كده، نحضر حاجتنا جنبينا، وادي الصينيه اللي هنعمل فيها. وقبل ما نطلع حشوه اللحمه واحنا بنفكك العيش كده من بعضه، نصبح على مين يا رغده؟ مقص يا شباب مش عندي. نصبح على مدام سهر، نقول لها صباح الهنا. صباح النور يا مدام. صباح العسل. ازاي حضرتك؟ عامله ايه يا ست الكل؟ الحمد لله، انا بحبك قوي على فكره. يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. انا ليا سنه على فكره عايزه اكلمك، مش عارفه. سنه؟ يا لهوي عليا. سنه بالظبط، مش عارفه اوصل لحضرتك. يا لهوي عليا، حقك عليا، معلش. الحمد لله ان انت كلمتيني النهارده، ده من هنايا وسعدي والله. نزلت الارض مخصوص بسببك. الله يبارك لي في عمرك يا ست الكل، ما نحرمش منك ابدا. بعمل كل اشاداتك وكل حاجه، وعايزه اشكرك بجد على كل حاجه بتعمليها. سلم ايدك، سلم ايدك. كريم بصراحه انا مش عايزه اقول لك هو عمل معانا ايه. سلم ايدك يا حبيبتي، وعندك الخير كله. وبصراحه يعني انا كان نفسي اوريكي قبل وبعد السواد اللي تحت عين ماما، بس انا مش ما كنتش عارفه اوصل لك بامانه خالص. يا حبيبتي ربنا يديها الصحه ويا رب يخليها لك، اللهم امين. حبيبتي حبيبتي يا مدام سحر نورتيني. ايوه ايوه نورتيني يا مدام سحر نورتيني. بصوا كده بنعمل ايه؟ بنبدا ان احنا نفتح العيش كده. ممكن طبعا طريقه اسهل من كده، نفتحه بالمقص. ومش عايزه بالمقص، ممكن تعمليه زي ما انا بعمل كده، مفيش اسهل من كده. هتلاقي العشر ترغيف اللي حضرتك هتجيبيهم هتلاقيهم ادوكي 20 رول. ايه بقى الميزه ان احنا نعمل الحواوشي بالشكل ده كده؟ في كذا ميزه بصراحه. احنا كامهات بندور على ان الحاجه ما تترميش. يعني ايه الحاجه ما تترميش؟ يعني مثلا ابني بياخد الرغيف بتاع الحواوشي ما بيكملوش لاخره، بيقطم منه ويسيبه، ما بياكلوش كله. فلما اعمل الرول ده، الرول دوت بيبقى عامل زي الرول في ايديه كده، هو بيبقى شكله حلو قوي، بيبقى سهل ان هو يمسكه في ايديه، تلاقيه ان هو بيخلص بسرعه. عايز تاني بالهنا والشفاء على قلبه، مش عايز تاني يبقى هو كل الرول وتمام وزي الفل كده. لما بتيجي تعملي، تكوني رايحه رحله او رايحه نادي، او مثلا طالعه عند جارتك ومش عايزه تطلعي بايدك فاضيه، رايحه عند حماتك او مامتك في تجميعة اخواتك وكده، وعايزه تعملي حاجه مختلفه، بتعملي الحواوشي الرول ده وتاخديه معاكي، بيرمي بمعنى البلدي بتاعنا كده، بيرمي. نصبح على مين؟ ونصبح على ام ايه ونقول لها صباح الهنا. وحشتيني. صباحك فل يا ام ايه، عامله ايه؟ الحمد لله، صباحك زي العسل. صباحك سكر زياده زيك يا ست الكل، تسلمي. المدارس مش مخلياني عارفه اكلمك يا حبيبتي. ولا يهمك، كلميني وقت ما تفضي، تنوريني على طول باتصالك. تسلمي يا رب، ربنا يديك الصحه يا رب. سلم عمرك يا رب من كل شر، تسلمي وتعيشي. صباحك زي الورد زيك كده. صباحك سكر زيك يا ست الكل، تسلمي لي. تسلمي يا حبيبتي. سلم عمرك، سلم عمرك، نورتيني يا ام ايه. بصوا عملنا كده العشر ترغيفة، طلعوا لنا 20 رول. ارجع بعد كده اخد الفرمة الحلوة اللي احنا عملناها دي، وافضيها في بولة عندي. وزي ما انتم شايفين كده العجينة كلها ناعمة واحدة. بصوا، مية واحدة، شايفين؟ ما شاء الله، اللهم بارك. يا سلام بقى لو حتة ليا ولا حتة دهن كلاوي كده عشان اللحمة ما تكشش جوه السندوتش، هتبقى في منتهى الجميل. تخيلوا نص كيلو اللحمة المفرومة ده ممكن يعمل قد ايه. انا عايزة اقول لكم ان هو ممكن يعمل اكتر من 20 رول، اكتر من 20 رول. يعني انا النهار في الفيديو عندي على السوشيال ميديا لما عملته، عملت 20 رول وفضل كمية لحمة كتيرة. انا كنت عاملة كيلو بصراحة، هو انا خدت اقل من نص كيلو. فهنشوف دلوقتي هياخد قد ايه. بص، كل اللي انا محتاجاه اهو كده، هعمل فكرة كده نميسة عشان تسهل لي كمان. بالشكل ده، انت كمان اعملي عندك كده، هتلاقي الدنيا اسهل بكتير. عايزه تعملي على ايدك زي ما انا ما عملت ساعه تصوير الفيديو، ما عنديش اي مشكله. شايفين؟ بصوا المنظر عامل ازاي. بتعملي كله كده، وبنبدأ نفرد المعلقة اللي احنا حطيناها دي على الرغيف.
بتفردي المعلقة دي على الرغيف ازاي كده؟ بصي بالشكل ده. نعم اه طبعا لسه في اهو في عيش عندنا اهو. بصوا بيرمي وممكن نقلل اللحمه وهيطلع معاكي زي الفل. نعمل كده بالشكل ده. عندي الصاج اللي انا هشتغل فيه او صينيه مدوره مربعه زي ما حضرتك عايزه. الناس اللي جربت الحواوشي الرول من بعد ما نزلت الفيديو على السوشيال ميديا وجربته وكاتبه لي في كل الكومنتات في اي بوست، حتى لو انا مش منزله عن الحواوشي الاقيهم داخلين بيكتبوا احنا جربنا الحواوشي الرول وطلع زي الفل. هو طلع زي الفل عشان من ايديكم يا حبايبي، والله تسلم ايديكم، صحتين وعافيه، مطرح ما يسري يمري دايما يا رب، ربنا يرضيكم ويرضيكم وعندكم الخير كله، اللهم امين. بالشكل ده كده محضرين السمنه البلدي. ريحه الحشوه هايله، قلتلك حطي فيها اللي انت عايزاه، عايزه تحطي ليا، عايزه تحطي دهن كلاوي ما عنديش اي مشكله، عايزه تسيبيها مش عايزه عليها دهون ما عنديش اي مشكله. الدهن بتاع الرول يبقى سمنه بلدي او زبده، بلاش زيت، ولو عايز تدهني زيت ماشي، بس التطعيمه الاحلى للسمنه البلدي او الزبده بالشكل ده كده. ابدا بقى اعمل كده. شايفين بنرص الرولات جنب بعضها بالشكل ده، وابدا بعد كده ادهن الوش بتاعها بالسمنة. ايه رأيكم نكمل؟ يلا نكمل. دي اسهل طريقة تشتغلي بيها وعلى فكرة عايزين نزود لحمة نزود، عايزين نقلل ما عندناش اي مشكلة، على حسب كل واحد هو عايز ايه. ادي نص كيلو لحمة، حطينا عليه نص كيلو بصل، حطينا عليه فلفل، حطينا عليه التوابل الحلوة بتاعتنا، ضربنا كله في الكب علشان يبقى مية واحدة. عايزة تحطي دهن كلاوي، عايزة تحطي ليا، ما عندناش اي مشكلة. بتبدأي تفرمي كله مع بعضه علشان كله يبقى عجينة واحدة، ما تبقاش حاجة طالعة وحاجة نازلة، وتبدأي تحطي وتحشي. يا الله على الجمال. من الواضح ان احنا هنستخدم صينية تانية. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة الاول قبل الحواوشي ما يدخل الفرن، ولما الحواوشي يدخل الفرن هنسيبه على حوالي تلت ساعة على 180، وبعد كده ارفعه تحت الشوايه لمده 10 دقايق بالشكل ده كده. اه هنحط في الصغير. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. وطعمه ما بيطلع بقى ويدهن الوش بتاعه بالسمنه كده بيطلع مقرمش ورهيب رهيب رهيب والله رهيب بالشكل ده كده. يلا نكمل باقي الصينيه. تفتكري هيجوا يزقزق؟ نعمل كده؟ ليه نعمل صينيه تانيه؟
لما في ايدينا نزقزق ده كده يبقى صينيه واحده. يلا بينا يلا بينا. سمنه بلدي بقى متسيحه وايه وغرق يا ريس كده. بصي ايه ده ايه ده، ويطلع بقى مقرمش ومحرمش، وتاكليه كده تسمعي صوت القرمشه واللحمه من جوه تبقى مستويه، ومش هتاخد وقت معاكي خالص، وهيطلع في منتهى الجمال. يبقى احنا كده عملنا من نص كيلو لحمه مفرومه 20 رول حواوشي. مش عايزه اكتر من كده، ريحه السمنه نفسها تخليكي تاكليه ني من قبل حتى ما يستوي. الفرن عندي شغال على درجه حراره 180 كده. نحط بقى في الفرن. بسم الله، ولا تغطي الوش بتاعه ولا اي حاجه. اهو رهيب 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 رهيب. نقفل الفرن ويسيبه يتحرمش ويتقرمش، ونرجع من الفاصل نشوف ايه تاني النهارده عندنا في حلقه الرول، وهيكون عباره عن ايه بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه، راجعين مع نونا والبلديك. ورجعنا من الفاصل. الحواوشي الرول بتاعنا في الفرن مشغلين عليه، وعايزه اقول لكم مع فتحه الفرن لسه كنت بصور الكواليس مع هدير، الريحه مفحفحه. عارفين يعني ايه مفحفحه؟ مجرد ما تفتحوا الفرن كده في ريحه السمنه كده مطلعه ايه يعني حاجه تجوع. فعشان كده بقول لكم ادهنوا الوش سمنه بلدي او زبده صفراء عشان تحسوا بالروائح والتطعيمه في منتهى الجمال. استنوا بقى لما يطلع من الفرن ونشوف شكله عامل ازاي. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندي وصفه ثانيه رول، وعندي سلطه. سلطة الحاتي، مش فاطمة أبو حاتي، صباح الفل عليها. سلطة الحاتي، سلطة الحاجة النهاردة عاملينها ازاي؟ ناس تقول لك كتير ايه ده، حبة مية وحبة جزر. لا لا، هما مش مية اللي بيتحط على السلطة ده، مش مية. النهاردة سلطة الحاتي بسر الحاتي نفسه، بسر الحاتي نفسه. طيب محتاجة ايه؟ بولة كبيرة، علشان ده انا هعملها وهركنها علشان تطلع لي المية الحلوة اللي هي ويسكي الكبابجي. ويسكي الكبابجي اللي انتوا بتشربوه ده انا هوريكم دلوقتي تطلعوه ازاي. دي مش ميه بتتضاف، مش ميه بتتضاف. يلا ياسمين ننزل مقادير سلطه الكبابجي او سلطه الحاتي. عندي طماطم مكعبات، مش شرط الكميه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. هي ما بتبقاش مكعبات، هي بتبقى جوليان بالشكل ده كده صغير، او مكعبات صغننه. الطماطم انا بتكلم على الخيار. طماطم مكعبات، خيار نص شريحه، معايا بصل نص شريحه برده اللي هو الجوليان، معايا فلفل اخضر حامي طبعا، ربع عصير كوبايه عصير ليمون، معلقتين كبار صلصه طماطم. شايفين ده مكون سري من محل الحاتي نفسه. تمام، معلقتين كبار صلصه طماطم، معايا خل، معايا مكعبات تلج، ما بيتحطش ميه يا جماعه، بيتحط مكعبات من التلج، شطه وكمون وملح، اكتر من كده مش عايزه. طيب بصوا بقى، ادي بوله كبيره عصير الليمون، وادي الخل، صلصه الطماطم، اللون الصلصه سلطه الحاتي اللي انتوا بتشوفوه ده ما بيكونش من الطماطم اللي محطوطه، لا بيكون من صلصه الطماطم اللي احنا حاطينها دي. كمون، شطه، مع اننا حاطين فلفل حامي بس هما لازم يحطوا شطه، ملح. قلبي ده كله بالشكل ده. تمام تمام، انزل بالبصل. بالشكل ده كده. فلفل حامي. طماطم. خيار. قلبي ده كله مع بعضه. بالشكل ده. كده خلصت السلطة. ايه ده، فين السلطة يا نور؟ انت بتهزري ولا ايه؟ سلطة الحاتي فين بالمية بتاعتها باللون بتاعها بالكلام ده كله؟ هقول لك حاجة بس، هم عملوا الكلام ده كله وحطوه على بعض بالشكل ده، يروحوا جايبين لك ايه يا ست الكل؟ يروحوا جايبين مكعبات من التلج
ويعملوا كده. خلص الحوار. ايه ده، هي دي سلطه الحاتي؟ اه. الميه اللي حضرتك بتشوفيها وبتشربيها من السلطه اللي هي ويسكي الغلابه او ويسكي الكبابجي بيجي من التلج، من مكعبات التلج اهو بالشكل ده كده. التلج اللي بيحطوه دوت على ما بيجوا اخر اليوم علشان مثلا الجست يجي او الزباين تيجي او الكلام ده كله، بيبدا التلج يسيح يطلع لك ويسكي الغلابه او سلطه، ميه السلطه اللي حضرتك بتشربيها، وفي نفس الوقت محافظه على القوام بتاع الخضار، الطماطم والجزر والخيار والفلفل والكلام ده كله ما بتلاقيهوش دبلان، بتلاقيه مصحصح، تحس ان هم لسه عاملينها. عشان كده بيتهيألك ان ايه، لا ده هم حاطين ميه من الحنفيه او ميه ساقعه، لا هي بتبقى تلج. بيقطعوا الخيار والطماطم والبصل وكله مع بعضه كده مع صلصه الطماطم، ويحطوا التوابل الحلوه بتاعتهم، يحطوا مكعبات التلج ويركنوها على جنب. هركنها على جنب قدامكم هنا عشان اخر الحلقه نبدا نشوف سلطه الكبابجي هتبقى عامله ازاي، او سلطه الحاتي او ويسكي الغلابه اللي هنطلعه هيبقى عامل ازاي. نبص على الفم، محمد ابراهيم عمال يعمل لي كده. الله اكبر علينا. شايفه ياسمين؟ بدأت اللسوعة تبان، شايفين اللون الذهبي الحلو ده؟ الله أكبر عليه. ولا الريحة، نفسي بعد كده يعملوا اختراع تشموا الريحة اللي احنا بنبقى شمنا هنا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هنحطه تاني شوية، يعني بالكتير قوي قوي 3 دقايق. ماشي ياسمين؟ 3 دقايق ونبص عليه. محمد إبراهيم حواوشي أمانة في رقبتك. يلا بينا بقى دلوقتي نعمل ايه، نشوف ايه الوصفة الرول التانية. الوصفة الرول التانية محشية برضو لحمة مفرومة، بس اللحمة المفرومة دلوقتي من البواقي اللي عندنا في التلاجة. شلت كده عملت صينية مكرونة بالبشاميل أو عملت صينية رقاق باللحمة المفرومة، وفضل عندي معلقتين تلاتة كده، أرميهم؟ لا مش هرميهم، حطيتهم في كيس وحطيتهم في الفريزر. عايزة أعمل النهاردة وصفة وآخر الشهر، حتى لو مش آخر الشهر ماليش مزاج إن أنا أقوم أعصج وأعمل الكلام ده كله، أروح مطلعة حبة اللحمة المتعصجين، أزود عليهم بصل وأزود عليهم فلفل مع بيضاية مع معلقتين صلصة مع حبة جبن كده كانوا مركونين في التلاجة، وأطلع لفة رقاق طري، نجيبه كده الناحية دي، يا كان موجود عندي في التلاجة يا إما وأنا نازلة السوق بودي المدارس العيال المدارس لقيته في سكتي رحت جايبيه. أنا مش عارفة لسه هعمل بيه إيه، لكن وانا قاعده بتفرج على نونا دلوقتي لقيتها بتعمل رول رقاق طري محشي لحمه مفرومه، وهتعمله بشكل حلو قوي، وده ممكن يكون غدانا النهارده. وحتى لو مش غدانا النهارده وما عنديش الحاجه بتاعته، يبقى انا خدت فكره لبكره ابدا ان انا اجيب الحاجه وابدا ان انا اجهز نفسي. تيجوا نشوف هنعمله ازاي؟ يلا نشوف. هتنزل مقاديرنا. حاضر. عينينا، يا سلام. كده كده، ايه رايك؟ عندنا رقاق طري لحمه مفرومه متعصجه، حاطين لها فلفل الوان كتير وبصل كتير. على فكره ده نص كيلو لحمه، ده نص كيلو لحمه مفرومه، اللي يشوفه يقول كيلو، لكن هو اقسم بالله نص كيلو، اقسم بالله نص كيلو، بس مزودين الفلفل والبصل عشان يدينا كميه كبيره. وانت كمان تعملي في البيت كده عشان تعرفي ازاي من نص كيلو لحمه مفرومه تقدري تعملي عزومه كامله. عندي حبه بواقي جبن في الفريزر، عندي بيضايه، وعندي صلصه طماطم. صلصه الطماطم دي هزودها شويه ميه صغننين كده، او سنه زيت او سنه سمنه، يا روحي عليها تبقى تجنن، واروح دهنه بيها الوش. طب ما تيجي نشوف هنعمل ايه. يلا الصينيه بتاعتنا اهي. بقول لك ايه، ما تجيبي لي علبه، يعني بوله السمنه اللي خدتوها مني. ما احنا النهارده نخليها بقى ايه، حلقه غنيه كده. عندي صينيه بالشكل ده كده، وعلى ما يجيبوا لي السمنه عايزه اقول لكم ان الصواني اللي انا مستخدماها النهارده جاهزه يا ياسمين. الصواني اللي انا مستخدماها النهارده ما شاء الله نازل عرض حلو قوي في صفحه سوق المطبخ، 9 صواني مستطيل وبيتزا وبحيطه عاليه. بصوا المنظر. طبعا في صينيه في الفرن عامله فيها الحواوشي، في صينيه ثانيه مقاس ثاني هعمل فيها الرقاق الطري النهارده الرول، في صينيه صغننه اهي لسه موجوده تكمله الطقم. 9 صواني مع الطقم التسع صواني النهارده ده، حضرتك مش محتاجه تجيب اي صواني. وانا عايزه اقول لكم على حاجه، الطعم وتطعيمه الاكل سواء كيك او حادق او حلو كمان لما بتتعمل في الصواني الالومنيا بيبقى سبحان الله ليه طعم تاني، اللي هو الطعم بتاع امهاتنا كده، اللي هو ايه، لا امي انا عايزه صينيه كيك، فلما تقوم تعمل صينيه الكيك في الصواني الالومنيا القديمه بتاعتها دي تحس ان التطعيمه بتاعت الكيكايه مختلفه، مفيش زيها. فالنهارده سوق المطبخ منزل لكم طقم 9 صواني، 9 صواني بتسع مقاسات بتسع اشكال مختلفه زي ما انتم شايفين كده، 3 تطقم، يعتبر 3 تطقم، كل طقم متكون من 3 قطع،
صواني بيتزا، صواني اللي هي الفرن اللي هي محيطه عاليه. بصوا ما شاء الله عليها جميله ازاي، تسلم ايديك يا ياسمين والله. بصوا المنظر، هات لنا بقى على المربع كده، ادي المدور الحيطه عاليه، ادي البيتزا جنبيه اهو. وياسمين هتوريكوا دلوقتي المستطيل وفي منه في الفرن. تيجي نفتح الفرن نطلع اللي في الفرن بالمره علشان يشوفوا. ايوه ادي المستطيل كمان اهو، ادي 9 صواني في 3 تطقم منزلين مع بعض، استخدمنا منه 2، واحده في الفرن اهي. انا شايفه ان هو فاضل 2 دقيقة بس، عايزه اقول لكم ريحتها ايه. بصوا الحجم بتاعها عامل ازاي، تكفي 10 افراد، ده الحجم الكبير. الحجم الوسط معايا قدامي اهو، والحجم الصغير ورايا. نوصل له ازاي؟ نوصل له بطريقتين مالهمش تالت، 3 ارقام للثلاث شبكات على الشاشه اهم قدامنا، 3 ارقام للثلاث شبكات بسعر الدقيقه العاديه. ندخل على صفحه سوق المطبخ عن طريق الكيو ار، علشان في اسامي صفحات كتير بنفس الاسم، في صفحات كتير بنفس الاسم، فندخل على الكيو ار عشان يدينا الصفحه الاساسيه. ما تنسوش ان النهارده في صفحه سوق المطبخ بتشتري وتدفعي على مهلك على نظام التقسيط اللي هو فاليو امان، موجودين عندهم. اهم حاجه يكون عندك حساب على الابلكيشن، واهم حاجه اكتر يكون عندك رصيد. تسلم ايديهم على الصفحه، على الارقام اللي موجوده على الشاشه، او ابعت لهم على الصفحه يبعتوا لك المندوب لحد باب البيت يعمل لك نظام التقسيط اللي انت عايزاه. اشتري براحتك وقسطي وادفعي كمان على راحتك. بصوا ادي واتساب اهو الصفحة بتاعتنا، بص الله أكبر. ده كمان عرض من عروض الوايت فرايدي، 3 أطقم صواني، كل طقم فيه 3 صواني مختلفة، صواني بحيطة عالية، صواني بيتزا، صواني مستطيلة. شايفين المنظر؟ كل المقاسات اللي بتحلمي بيها في سوق المطبخ هتلاقيها. مش طقم الصواني بس اللي نازل معانا النهاردة اللي موجود في صفحة سوق المطبخ، لا ده موجود كمان يا لهوي، طقم الميلامين ده اللي أنا نزلته لكم على الصفحة عندي. طقم الميلامين ده اللي نزلته لكم على الصفحه عندي، ده ميلامين بيور 27 قطعه، سعره على قد الايد جدا. هم هنا منزلينه، بصوا عاملين كذا عرض، اختار العرض اللي يناسبك. طقم ميلامين مع طقم بايركس، هنا طقم ميلامين مع طقم كاسات بيبقى 36 قطعه 18 قطعه، هنا طقم ميلامين مع طقم توابل، هنا طقم ميلامين مع طقم كاسات 37 قطعه زي ما انتم شايفين كده. طقم الميلامين ده هايل بجد، هايل هايل، مقاوم للكسر وبيدخل غساله الاطباق عادي، النقشات بتاعته ما بتروحش، في منه ساده وفي منه منقوش، عملي جدا وعلى قد ايدينا جدا جدا جدا. في كمان اطقم الحلل 13 المدور زي ما انتم شايفين كده موجوده عندنا، كمان العجان والمحضر الطعام ما شاء الله اللهم بارك عليهم، نازلين مع بعض عليهم عرض حلو قوي. ارجع واقول خلاصه صفحه سوق المطبخ ان هي مش صفحه عاديه، هي مول كامل شامل حضرتك بتتفرجي عليه وتنقي اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم على فكره على حاجه كمان قبل ما اختم الفقره بتاعت سوق المطبخ، ان طقم الصواني اللي موجود عدده محدود جدا، واللي هتلحقه هي الكسبانه، علشان في كل يوم تغيير في الاسعار، في كل يوم تغيير في الاسعار. فلما ننزل لك الطقم النهارده 3 أطقم بالشكل ده كده ما شاء الله اللهم بارك عليهم بعرض حلو قوي، والثلاثه مع بعض انت مش محتاجه تحطي حاجه في المطبخ تاني، مش محتاجه، الله اكبر علينا، مش محتاجه تستخدمي اي طقم صواني براه، ولا تيجي بقى عندك عزومه وتقولي استلف صينيه من جارتي، ولا اجيب حاجه، ولا اعمل الكلام ده كله. لا هو طقم الصواني 9 قطع، تهيألي مش هتستخدمي في عزومه اكتر من 9 صواني، او في حياتك كلها مش هتستخدمي اكتر من 9 صواني مع بعض. فالنهارده سوق المطبخ بيوفر لك طقم 9 صواني، 3 مقاسات ب3 اشكال ب3 احجام ما شاء الله اللهم بارك عليه. يلا بينا نعمل بقى فقرتنا وصفتنا، يلا بينا نحط الحلو بتاعنا ده كده على جنب يهدى عشان اقدر ايه امسك الرول وايه نشوفه معانا. بصوا حجم الصينيه عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك، تسد 10 افراد. شايفين؟ تعمليها بقى بالبشاميل، تعملي كوسه، تعملي مكرونه، تعملي نجرسكو. الصواني وطقم الصواني اللي نازل النهارده ما شاء الله اللهم بارك عليه. طيب نكلم مين؟ مش سامعه انت العيه البرد تعبك يا رغده. ايوه كده يا ستي. نصبح على روان ونقول لها صباح الفل يا روان. صباح النور يا شيخ. صباح الهنا والسعاده على عيونك يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، حضرتك عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا ست الناس، تسلمي وتعيشي يا رب دايما حبيبتي. اموريني. انا بشكر حضرتك على كلامك الجميله. نعم الله يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك، انا اللي بشكرك على متابعتك والله. انا من اشد المعجبين بحضرتك يا شيخ نور. حبيبتي يسعد لي قلبك يا رب من كل شر، ما نحرمش منك ابدا.
تسلميلي 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 يا روان، ما نحرمش منك يا رب، تسلمي نورتيني يا قلبي. بصوا انا بكلم روان كده يا ياسمين، انا عملت ايه؟ بصي حطينا بيضه بس الناس ما شافتش، حطينا اللحمه المفرومه بتاعتنا وحطينا عليها بيضه، وهي انا بحط البيضه كده كده اللحمه المفرومه متبله وتمام وزي الفل، بس انا حطيت البيضه وعليها رشه فلفل اسود صغنن على البضايه نفسها. طيب عملت ليه كده؟ البضايه نيه واللحمه المفرومه تكون بارده، انا عايزه الرول لما يدخل الفرن يستوي مع البضايه فالحشوه تبقى ماسكه نفسها، لكن لو حطيتها من غير البضايه اللي انا حطيتها دي هلاقيها لما اجي مثلا اقطع قطعه الرول الاقيها بتفك من ناحيتين معرفش ايه تنزل، لا عايزه حته ماسكه نفسها كده. فرحت حاطه البضايه دي مع رشه الفلفل الاسود عشان لما تدخل الفرن تستوي جوه وتبدا ان هي تمسك لي اللي انا عايزاه. طيب كده الحشوه بتاعتي جاهزه، الصلصه دي للوش والجبن دي كمان للوش. يلا بينا، ادي الرول بتاعنا اهو كده. النهارده اسهل من حلقتنا مفيش، نعمل كده كده. ناخد الاول السمنه بتاعتنا نحط في الارضيه ونعمل الجوانب بالشكل ده. ياسمين ممكن بس استأذنك نجيب لقطة على ويسكي الغلابة؟ شايفة؟ شايفة العصارة شايفين؟ شايفين المية اللي نازلة ديت؟ ده هيبقى ويسكي الغلابة، ده المية بتاعت السلطة اللي الكل بيتجنن عليها لما بنروح عند الكبابجي ونقول له ايه عايز كوباية مية سلطة، هي ما اسمهاش مية سلطة، هي اسمها ويسكي الغلابة، حاجة كده بتعدل المزاج قوي. بصي بقى هنا يا ياسمين، هنعمل زي ما عملنا في الحواوشي، هنعمل خمسة علشان ممكن على قد الصينية هو ياخد خمسة بس. نعم يا رب، ألف سلام عليك يا راضي، يا رب إن شاء الله الوحشين وإنتي لأ. نصبح على مين؟ ونصبح على مدام سامية ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا مدام نونة. صباح العسل على عيونك يا ست الناس، عاملة إيه؟ أنا بحبكم متابعاكي على طول يا حبيبتي. يسعد لي قلبك يا رب، وما نحرمش منك ولا من متابعتك يا رب، اللهم آمين. الله يسعدك، أنت زي بناتي يعني، على راسي. أنا ست كبيرة. على راسي، ده شرف ليا والله يا حبيبتي، نورتيني. والله بشوف يا بنتي بشوف شبابي فيكي والله، ربنا يسعدك يا حبيبتي، يديك الصحة يا رب، اللهم امين، ما نحرمش منك ابدا. الله يكرمك، بس حبيبتي. انا ليا طلب عندك يا مدام نونة. عيوني 10 طلبات اموريني. الله يكرمك، انا طبعا مش شاطرة في الفيس ولا في ان انا اجيب الحاجات دي على التليفون. تمام. وببقى نفسي اشتري الحاجات اللي انت بتعرضيها. عيني. فهل يعني يعني مش عارفة اقول لك ايه؟ هقول لك. اعرف هقول لك حاجة يا مدام سامية. رغد هي معايا على التليفون ولا رغدة هتدي لحضرتك دلوقتي رقم تليفون او تاخد رقم تليفون حضرتك تديه للشركة وهم يتواصلوا بيكي وطلبي اللي انت عايزاه. عيوني يا ست الكل، عيوني. خدي رقمها يا رغدة واتصلي بالشركة او ابعته لهم وهم يتواصلوا بيها. عينيا عينيا ليكي يا ست سامية، نورتيني. بص انا عملت ايه؟ والنبي في اسهل من كده؟ الحلقة بتاعتنا النهاردة رولات في رولات وسهلة وبسيطة، مفيش اسهل من كده. شايفين؟ على حسب بقى الصينية ما تاخد منك. دهنين في الأرضية سمنة علشان يطلع لي ايه الرول من تحت، ايه كده ايه محرمش ومقرمش. شايفين؟ ايه يا سلام، أستاذة البت نونة دي، أستاذة البت نونة دي، قالت هم خمسة يعني هم خمسة. شايفين بالمنظر ده كده؟ نظف حواليا، خلوا دايما المطبخ حواليكم نظيف، الرخامه اللي بتشتغلوا فيها نظيفه علشان ما تبقوش حاسين بكركبه وان انتوا ايه تتوهوا. نجيب بقى الصينيه كده. بصوا بقى عندي هنا معلقتين صلصه طماطم وهعمل كده. وبص هم المفروض كانوا يتخفوا بايه؟ بحبه زيت، بس انا مش هخف بزيت، انا عايزه اخد تطعيمه حلوه بنت ناس كده، هاخد حبه سمنه كده واروح واخده صلصه الطماطم دي والفها هنا كده، رشه ملح بسيطه قوي
رشة فلفل اسود بالشكل ده كده، ونقلب الجمال ده كله كده مع بعضه، وادهن بيه الرولات. والله دلوقتي يا ست البنات عندك اختيارين، يا تدهني الوش صلصه بسمنه زي ما انا عامله كده وتحطيه في الفرن هيطلع محرمش ومقرمش زي ما انت ما عايزه، يا اما بعد ما ندهنه الدهنه دي نعمله رقاق رول وش بيتزا. يعني ايه؟ يعني اروح جايبه الجبن الحلوه دي واحطها على الوش وتخش الفرن كده تسيح وتنيح كده وتبقى جميله حاجه كده ما شاء الله عليها. يلا بينا يلا بينا. دهنة الصلصة دي هتنقل الرولات لحتة تانية خالص. خلوا بالكم ان اللحمة عندي جوه مستوية، البضاية بس هي اللي هتستوي، فانا عاملة الفرن على درجة حرارة 200 لحد الجبن ما تسيح، تكون البضاية جوه اكيد مش هتاخد وقت، وتكون استوت مسكت لي الحشوة كلها مع بعضها، هوب يطلع سايح كده وفي منتهى الجمال، يدوب في البق يدوب. شايفين؟ يلا بينا نحط الجبن ونطلع فاصل على طول. بسم الله. بالشكل ده كده. حطي اللي انت عايزاه. مش عايزه تحطي جبن وما عندكيش وعندك الرقاق بس هو اللي في الثلاجه، عندك حبه لحمه مفرومه وعايزه تعملي الوصفه، يا ستي كل ما تحطيش جبن مش هتقول لك لا. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده والعظمه دي؟ ندخل الفرن، نمسح حرف الصينية علشان الجبن لما تخش الفرن ما تسيحش، وتبدأ ان هي تعمل لنا شكل الصينية كده، تبقى حاجة محروقة عليها وشكلها مش حلو. بس خلصنا، يلا نحط في الفرن. يلا نحط في الفرن. يا دوب الجبن تسيح، يا دوب الجبن تسيح، البيضايه اللي جوه هتمسك مع اللحمه المفرومه، يطلع بقى ونقطعه كده قطع صغيره زي ما انتم عايزين، وصحتين وعافيه على قلبكم. يلا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل. تعالي يا ياسمين قبل ما نطلع الفاصل. لا نشوف نشوف الحلو اللي هناكل. طب تعالي والله ما انا مزعلاكي. يلا بينا. بصي كده، بصي يا ياسمين، شايفين؟ يا ربي على العظمه. بصي 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 بصي، شايفه اللون يا جماعه؟ اللون ده ما بيجيش من صلصه الطماطم، من الطماطم المكعبات، اللون ده بيجي من صلصه الطماطم اللي محطوطه. شايفين المنظر؟ نسيبها بقى تكمل ايه ذوبان كده مع التلج اللي احنا حاطينه ده، واخر الحلقه نبقى نغرفه. تعالي كده بصي، نفتح عند محمود كده. يلا بسم الله. يا الله ايه الجمال ده، لحمه مستويه والرول بتاع العيش جوه اللحمه، وبصوا حاجه كده عايز اكل. يلا ياسمين نطلع عشان عايز اكل. نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نشوف عندنا ايه تاني النهارده. هنعمل نوع سلطه، وما ينفعش الحاجات الحلوه دي تتم من غيره. ايه هو نوع السلطه ده؟ هنعرف بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه، راجعين مع نونا والبلديوك. الروايح بتاعه الحواوشي تجنن، السلطه وتطعيمتها وريحتها تجنن، اللي في الفرن معانا يا ياسمين برضو يجنن. محتاجه الف الصينيه. طب بصي اجيب الكلافزات الفها لك عشان تشوفيها. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هلفها. بصوا الشكل، الله اكبر علينا. يلا نلف الصينيه، تبدأ ان هي
تسيح وتديني اللون ونطلعها. محمد ابراهيم 5 دقائق. ماشي. نعمل ايه دلوقتي؟ عملنا سلطه ويسكي، سلطه الحاتي او ويسكي الغلابه، ومحدش دقها في الفاصل الا لما قال تجنن، ما تفرقش على اللي بره، صح يا اسماعيل؟ بيعمل لي كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا دلوقتي نعمل سلطه الطحينه. ما هو ما ينفعش الحاجات الحلوه اللي احنا عاملينها دي من غير سلطه الطحينه. سلطه الطحينه اللي عملناها بثلاث معالق طحينه فيديو المليون مشاهده برضه هتلاقوه على صفحه البرنامج. سلطه الطحينه اللي عملناها بثلاث معالق طحينه بس وبرغيفين عيش فين وبايت، عملنا كميه قد كده تكفي عزومه. طب النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل سلطه الطحينه برضو بس هنشيل العيش الفينو وهنحط دقيق عشان برضو تدينا كميه كبيره. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يلا ياسمين ننزل مقاديرنا على الشاشه. محتاجه ميه مغليه، دقيق، يلا ربع كيلو طحينه، 4 معالق كبار من الخل، 4 معالق كبار من الدقيق، ميه شطه كمون وملح. يا روحي على السهوله اللي فيها النهارده، يا روحي على السهوله اللي مقاديرنا فيها النهارده. دي طريقه، واللي احنا عملناها بثلاث معالق طحينه بس، بدل ما تجيبي بربع كيلو طحينه خام تعمليها بثلاث معالق بس طحينه وعليها كذا رغيف فينو مبلولين وضربناهم كلهم في الخلاط مع الطحينه مع التوابل بتاعتنا، طالعه لنا يا روحي عليها ما تفرقهاش عن الطحينه اللي بتجيبها من المحلات. ما هو شيء طبيعي، ما هي المحلات والحاتي والكبابجي والناس بتوع المشويات مش هيجيبوا لك طحينه خام يوكلوها لك خام، فانا بحاول اوريكي هما بيعملوا ايه. في طريقتين يا ست الكل، يا الدقيق يا العيش الفينو المبلول. وساعات ما بيعملوش عيش فينو مبلول، بيعملوا العيش البلدي بتاعنا دوت، بيبلوه بيبداوا ان هم ياخدوه يطحنوه مع الطحينه وعلى التوابل، زود توابل وزود ميه تطلع معاك طحينه زي الفل. طيب النهارده هنعمل ايه؟ بصي يا ياسمين هنعمل كده، ادي الدقيق وادي الطحينه، وهنا على فكره الطحينه دي ممكن تزودوها وهتشوفوا الكميه تبقى عامله ازاي. ربع كيلو طحينه ده هتشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي. حبه خل، رغده، انا هحتاج خل زياده، الخل ده مش يعني تطعيمته مش هتبقى باينه قوي. بصوا كده، حبه من الكمون، وزودي لي التوابل ربنا يعني يوسعها عليكي دايما، كمون وشطه، وادي حبه ملح. رغده مدخله لي التوابل على ان هم دول الحبه اللي هيطلعوا، ما تعرفش ان كل ده هيزيد. يلا دخلوا لي شطه وملح، شطه وكمون. بصوا كده، شايفين؟ شايفين؟ ايه نونا ده؟ ايه اللي كتل ده؟ استنوا بس، شايفين البوله دي كلها؟ ده هيتملي واكتر منها كمان. نعمل كده، ميه سخنه، ميه سخنه. هنبدا بكوبايتين، نعم كوبايتين وكبدايه. ايه ده، هو احنا هناخد اكتر من كوبايتين؟ هتشوف يا ست الكل، الحبه الدقيق اللي احنا حطيناهم مع ربع كيلو طحينه ده هيطلع لك قد ايه. انتوا شايفين الدقيق بيتقل، بصوا، وبيشرب السوائل اللي نزلت. يعني لما قلت لكم كوبايتين مبدئيا ما كنتش غلطانه. يلا بينا، الدقيق من عوايده ان هو بيشرب سوائل ويتقل، فتخيلي بقى لما تكوني حاطه معاه طحينه كمان بالشكل ده كده. حبه الخل الزياده اهم، رغده دلوقتي هتجيب لنا شطه وكمون، ونبدا نفكك. شايفين؟ عايزه تحطيهم في خلاط مش هتقولك لا. بصوا بعد ما تخلصوها بقى، انا عندي حبه بقدونس، يا الله على سلطه الطحينه لما بيتحط لها حبه بقدونس. بصوا ما بقاش في كتل، بس الطحينه تقيله قوي قوي قوي، فمعنى كده ان انا عايزه لها سوائل. سوائل هتيجي منين؟ من الميه السخنه. عرفتوا بقى ربع كيلو طحينه يقدر يعمل لي قد ايه مع حبه الدقيق اللي انا حطيتهم، ومش هتحسي بتطعيمه الدقيق. شايفين انا عماله بزود ميه، الخليط معايا اصلا بيتقل. تمام، شايفين الفرن؟ تسلم يا محمد جبري. يا ناوي، طب قول لي دقيقه بدري. يا اخوي بسم الله، بس والنبي طالع طالع عسل، طالع عسل، طالع عسل، الله اكبر علينا. شايفين عظمه. نرجع بقى للطحينه يا ياسمين، اللي كل ما نزود ميه كل ما تزيد، كل ما تزودي ميه كل ما تزيد. ليه؟ دي ميه سخنه اهي، هم حاطينها لي هنا.
كل ما نزود ميه نزيد. ليه؟ علشان الدي اللي محطوط بيشرب سوائل وبتكتر. شفتوا الكميه الصغننه اللي كانت في الاول عامله ازاي؟ بصوا وصلت بقت عامله ازاي، ولسه محتاجه ان هي تزيد تاني. وخلوا بالكم لما بتتعمل وبتقعد تاني بتتقل. كمون وشطه يا رغده، شفتوا؟ شايفين البوله؟ وهتتقل، ولما تقعد شويه هتتقل، بقت عامله زي الطحينه بتاعه اللي بره اللي هي الخفيفه، اللي هي اول ما تيجي تاكليها كده مع المشويات اللي بتيجي من بره تقولي ايه؟ هم عاملين الطحينه دي ازاي؟ طعمها حلو قوي، طعمها غريب، هم حاطين فيها ايه؟ هم مش حاطين فيها حاجه، حاطين فيها طحينه وشويه دقيق يا اما عيش مبلول، مع شويه الخل والملح والكمون والشطه، خلاص الموضوع انتهى. اهو شايفين؟ في حاجه لازقه من الجوانب؟ لا مفيش، خلاص اهو. كده خدنا كل الخليط بتاعنا. شفتوا ربع كيلو الطحينه طلع لنا قد ايه؟ تعالوا كده اوزنوا ده، تعالوا اوزنوا ده، هيطلع لكم حوالي 2 كيلو. ندوق؟ ندوق. بسم الله. محتاج شويه ملح، الخل بتاعه مظبوط، عايز كمون وشطه. ياسمين كمون وشطه. يلا بينا. كده ملح تمام، الشطه بتاعتها بالنسبه لي مظبوطه، بس عايزه كمون، محتاجه كمون. هفضي ده كده وافضي ده كده، هوريكوا الطحينه بتاعتنا طلعت قد ايه. بسم الله. يلا كمون، تعالوا على ما يجيبوا لنا الكمون نقطع الصينيه بتاعتنا دي. يا ياسمين على ما يجيبوا لنا الكمون نقطع الصينيه. كده نجيب طبق، هوريكم دلوقتي حاجه في منتهى الجمال حالا. اقطع بس ونطلع. بسم الله. فعلا مش مشكله. ايه؟ لا مش عايزه شطه، خلاص انا كنت عايزه كمون. عايزه اقول لكم الرولات دي يا ربي. يلا ياسمين. يلا بصوا كده، ايه الجمال ده؟ الجمال والحلاوه دي. يلا بينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نعمل ايه بقى؟ نكون صبينا الطحينه بالشكل ده كده اللي هتشوفوه معايا واحنا بنطلع فاصل. يا ياسمين ويلا بينا نطلع فاصل شويه صغيرين، وراجعين مع نونا والبلد يوكا، الاقوى قناه طبخ في مصر، في مصر فعلا. يلا بينا استنوني بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل، وهنا سأسكت قليلا. مفيش كلام. ده حواوشي رولات طحينه، شايفين الكميه قد ايه؟ من ربع كيلو طحينه، وعملنا سلطه الحيتي. طيب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. عملنا الحواوشي الرول، وعملنا كمان رولات الجلاش، اسف الرقاق.
رولات الرقاق الطري زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. عملنا سلطه الحاتي او سلطه الكبابجي، وعملنا كمان ويسكي الغلابه، عملنا كمان من ربع كيلو طحينه واربع معالق دقيق، عملنا حوالي 2 كيلو طحينه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، بفضل ربنا ثم دعوات امي ودعوات حبايبنا. الحلقه النهارده انا من جوايا راضيه عنها الحمد لله. شكرا يا ياسمين، وتسلم ايديكي على الحلقه بجد اتجنن. تسلم ايديكوا يا شباب، ما نحرمش منكم ابدا يا رب، دايما مع بعض. الحلقه تسلمي لي يا سمسمه، الحلقه النهارده كانت حلوه بيكم وبوجودكم معايا. اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، اتمنى دايما اكون قد المسؤوليه اللي انتم مدينها لي. اللي فاتوا اي حاجه في حلقتنا النهارده بيقدر يتابعها الساعه 9:30 بالليل في الاعاده، وطبعا بتتابعونا على السوشيال ميديا على صفحه البلد يوكل وعلى الخمس ابلكيشنات اللي موجودين على السوشيال ميديا. اسيبكم بخير واسيبكم حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم. باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.